السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا عايزين نعمل خداديات. طبعا احنا كنا شغالين في فرش الركنة، هو لسه مخلص، ودلوقتي بعمل الخداديات. فانا عملت الخداديات اللي هي بالتصميم ده زي ما انتوا شايفين كده، عشان تليق على القماش بتاع الكنب والركن. طبعا ده خداديات موجودة عادية، يعني اي حد يقدر ينفذها، بس في شغل انتي لو طلبتيه من الـ بتاع التنجيد مش بيرضى يعمله. طب ما تيجوا احنا نعمله لنفسنا وما نحتاجش لحد. طبعا دي الخداديات اهي اللي اتفقنا عليها، اللي هي الايه العادية. انا عملتها برضو عشان تبقى عندي كل الاشكال. بصوا الشكل، وطبعا اخترت اللون اللي يتناسب مع الشكل، يعني هنا النبيتي معاها العربية النبيتي مع الايه الخلفية اللي لايقة عليها، وطبعا هنا نفس الحكاية. طيب عملت الخدادية دي النهاردة، عملتها وحسيتها فايبر، بس كانت الحجم صغير، فقلت لا انا عايزة اعمل يعني اشكال تانية باحجام مختلفة. طبعا ايه حسيتها الفايبر وكده، وقلت هي تتحط في الغسالة لما تتوسخ عشان الفايبر نضيف والقماشة نضيفة وجديدة، ماشي. وعملت لها برواز دوران هنا كده، وقلت ايه هحط لها زرار في النص وهعمل فيها تعديل. طبعا احنا لما هنظهر فرش الركن كله هيبان. الشغل بقى اللي انا عايزة اعمله معاكم النهاردة وعملته معايا ولقيته عجبني جدا، اللي هو ده. بصوا الخدادية دي معمولة كده ازاي، شايفين الشكل؟ هي نفس الرسومات اهي، ابو الهول اهو، وبقيه الشكل بس باختلاف اللون. يعني هنا الشكل اللي قدام ابو الهول موف، فاضطريت ان انا احط الساده موف، فاهميني؟ فهي ده الشكل اللي انا ممكن اطلبه. بصوا شكلها، ممكن اطلبه من بتاع التنجيد بس ما يرضاش يعمله لي. ليه ما يرضاش؟ علشان في شغل، في مصنعيه. فطبعا خدادية زي دي مش يعني مش هيرضى يعملها لي، لان هي فيها مربعات، والمربعات دي بتحتاج منه تظبيط ورسمة. يعني ان الواحد مثلا ايه رسب الهول اهي، لازم الخدادية تبقى في العدل بتاعها كده، فاهميني؟ احنا الشكل ده عجبنا وعايزين نعمله. طب نعمله ازاي؟ قلت انا بعمل منه كل الالوان، ولازم اعمله معاكو عشان تعرفوا تعملوه وما نحتاجش لحد من بره، ماشي. احنا طبعا زي ما احنا شايفين كده الشغل بتاعنا. انا حبيت اعمل اللي هي الخداديات العادية اهي، زي ما بوريكو انا بعمل الوش بتاعها وببروزه كده عشان تبقى متبروزة واخدة الشكل البني في الايه البني السادة في المنقوش. طبعا دي لسه هعمل لها الظهر بتاعها اهو، ودي العربية التانية، الخدادية التانية. حبيت اجيب شكل العربية في النص زي ما انتوا شايفين كده، وبروز البني حواليها اهو. تمام. انا بقى دلوقتي الشكل ده عجبني، طب انا عايزة اعمله ازاي؟ تعالوا نشوف هنعمله ازاي. طبعا انا جايبة الالوان، انا بحب تنسيق الالوان قوي. يعني بصوا الرسمة دي اهي، الرسمة دي هيليق معاها اللون ده، شايفين اهو، وممكن ده، بس ده مش هيجيب معاها. بصوا كده من قريب، ده مش هيجيب معاها عشان الارضية بتاعتها فاتحة كتير، فالغامق هيقول، فاهميني؟ يعني احنا بنختار تنسيق الالوان كده. يعني دي اللون ده كويس قوي وهيليق وكل حاجة، بس مش هيدي النطاق اللي احنا محتاجينه. الغامق هيقفل مسام الفاتح دوت وهيطعم مع بعض. هنشوف كده ازاي، هنشوف حاجة تانية. طيب انا دلوقتي عندي اللون الموف ده، عشان اعمل خدادية باللون الموف ده هتبقى حاجة عادية، لكن انا لما هطعمها واحط فيها اللون ده مع ده، طب ازاي؟ تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا انا جايبة دول قماش، لقيت حد بتاع تنجيد بيبيع اللي هو العرض بتاع الاقمشة اللي عنده، مش محتاجه، فانا خدته منه. تمام، خدته منه على اساس فيه الايه الاشكال والالوان اللي احنا هنعمل بيها. طبعا بعمل ايه، بحاول اظبط القماشة دي
هنشغل دي ايه على انها زي طبلية او ترابيزة. بص بحاول اجيب دي اظبطها على دي بالظبط. طب كده مش مظبوطة، تمام كده مش مظبوطة. ليه بقى؟ ان اللي تحت اكبر شوية، لازم اظبط القماش على بعضه عشان ما يجيش فيه فراغات. بصوا الفراغات هتيجي منين اهو، حط دي على دي على دي. يلا نظبط اهو كده، هنقص القماش مع بعضه بحيث ان احنا ايه نقصهم مع بعض. طب يلا نقصهم مع بعض. طبعا احنا المفروض بنفتح اهو، هنعملهم 4 ارباع. ازاي 4 ارباع؟ اهو طبعا ده ايه كده طالع نص، عايزاه على ربع. انا جايبه طبعا منسقه كذا لون عشان نعمل مع بعض اللون الايه كل الالوان، يعني نعملها مع بعض ونروح نمكنها مع بعض. انا طبعا شغاله في قماش الكنب، بس عشان عندي 4 كنبات وعندي انتريه، يعني الموضوع كبير مش بيخلص بسرعة. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف الصور. الصور اهي، عشان طبعا ما ينفعش. بصوا صورة دي صورة شخص ودي شخصة، ما ينفعش اعملها بالمقلوب، لازم اشوف الصورة اللي هتمشي معايا اعملها ازاي. اهو كده ده الاتجاه لفوق. طيب هنعمل ايه بقى كده؟ انا مثلا هحط الرجال قوامون على النساء. طيب نحط ايه اهي اهي كده، عملنا شكل. طيب عايزة اعمل شكل تاني، بس الشكل عكسي. ازاي يعني؟ انا ممكن ايه هقول لكم على فكرة، ممكن احط هنا كده واخلي الراجل كده، يبقى الراجل والست هنا جنب بعض، شايفين قريبة منكم اهي. هحاول اوضح لكم اكتر اهي اهي كده مع بعض ماشي. وطبعا هشتغل هنا ايه السادة، السادة اللي هيجي هنا. طيب الراجل والست دول بقى بيعيشوا فين؟ في بيتهم. يبقى البيت هنا معاهم اهو في الصورة، تمام كده. طيب احنا طبعا كده ايه ظبطنا اهو، تمام. طيب انا طبعا هاجي فوق بقى، اطلع فوق احط العربية بتاعتهم. هنا البيت يبقى هنا العربية بتاعتهم ماشي. لازم تاخدي بالك من الصورة عشان تقدري تنفذي اللي انت عايزاه كويس. بصوا اهي كده الخدادية خلصت معايا، تمام. بس عايزة تتلم بنفس النمط ده، يعني ايه تعمليها بدبابيس، تمكنيها زي يعني تاخدي نفس النمط ده هيطلع بيه الخدادية، تمام. تمام طبعا ايه الظهر بتاعها هيبقى نفس اللون اهو، يبقى انتوا شايفين الخدادية اهي، وادي ايه الظهر بتاعها. انا هحط له بقى اضافة مش مشكلة. المهم دي ايه، عرفنا ان دي الخدادية
نمره ايه؟ نمره واحد. تمام. انا عندي دلوقتي برضو تاني عايزه اعمل برضو شكل، بس شكل تاني. بصوا الشكل ده جميل قوي اهو، برضو كان هيليق على نفسي بس انا حبيت اللون الموف ده، هيبقى لون ارق. بصوا هيبقى لون ارق قوي وهيشتغل معاه حلو قوي. طيب عشان ما يبقوش الالوان متقاربه من بعضها، هنشوف لون رصاصي. طبعا انا عندي الايه الشكل اللي احنا هنشتغل عليه اهو، شايفينه اهو. طيب الشكل ده هجوزه كده وهحطه على القماشة هنا. طيب هو ايه هنا؟ محتاج يبقى كده العرض الطول بيختلف. طيب انا دلوقتي لما اجي اظبط الطول على العرض، اهم حاجة تظبيط الشغل، وتاخدي بالك من الرسمة جدا اهو اهو، بشيل الزيادة علشان لما اجي افصل كده اهو يبقى الامر سهل عليا. بصوا خداديات، هي تبان ان هي صعبة جدا بس هي في نفس الوقت جميلة جدا ومتفاعلة جدا، يعني ما تبصلها تحس ان ايه. وانا قفلتها كمان، قفلتها عجبتني قوي بالتقفيل، بس بعمل بقى الاكبر، يعني دي يمكن مش واضحة عشان صغننة، بس انا بعمل منها الاكبر هتحسوها اكتر. طبعا هنشتغلها مع بعض اهي، انا بعمل لكم لون تاني علشان تحسوا بالتغيير. عايزه اخش في اللون ده التالت عشان انا شغاله في واحده حمراء. اهو هنعمل ايه بقى؟ هنبدا بالايه، بالورده. الورده كده طبعا الورد ايه عادي، بس ناخد بالنا من الايه، الكلام المكتوب لازم يبقى في العدل، ما ينفعش الكلام يبقى مكتوب وهو ايه مقلوب. فاهمين قصدي ازاي؟ انا دلوقتي مثلا ايه عندي الوردة كده، هحط لها الشكل ده والشكل ده. تمام. طيب هنيجي هنا بقى هنعكس. هنعكس ازاي؟ طبعا الزيادات دي هنقصها مش محتاجاها. بصوا اهو في اكبر وفي اصغر اهو. كده الخدادية التانية خلصت معانا. تمام. طبعا الزيادة دي هتتقص. الزيادة دي هتتقص ويبقى شكل الخدادية زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل دي في النص على اساس دول عليها، وهنعمل دول كده على بعض ودول كده على بعض، ونحطهم كده حسب ترتيبهم. تمام. دي اول ايه خدادية معانا. زي ما انتوا شايفين بقى هنا، خدت واحدة من هنا ولا ايه؟ اهو. تمام. بصوا الخدادية دي هتبقى جميلة قوي، هنعملها مع بعض. بس انا بعمل دلوقتي شغالة في اللون الاحمر. هنروح نمكن ونشوف. انا جايبه بصوا الالوان هتعجبكم قوي.
بصوا الالوان في تناسق، التناسق بتاع الالوان بيبقى جميل قوي. يعني بصوا الشكل ده حطيت مع الشكل ده، بصوا بقى الشكل ده اهو، بصوا شكله جميل ازاي، حطيت معاه الشكل ده يتناسق معاه. يعني بصوا اهو، ايه رأيكم في الالوان؟ طبعا اللون ده لقيت ده يمشي معاه جدا، بصوا اهو. طبعا انا جبت قماش وقلت هعمل معاكم كذا فكرة مش ده بس. بصوا برضو هنا عشان اوريكم ان اللون يعني اللون بيختلف لما ده هيجي معاه البني اهو، بصوا هيبقى حاجة كده ابداع اهو. جبت برضو هنا ده القماشة دي، بصوا الوردة هنا، الوردة المسيطرة نبيتي، فجبت لها النبيتي اهو، بصوا تحسوا ان هي بتقول معاها جدا. طبعا الخداديات دلوقتي الموضة ما تبقاش محدودة بلون معين، التداخل في الالوان، بس الالوان برضو اللي هي تبقى يعني حلوة، يعني بتقول مع بعضها. طبعا في برضو لون اهو العربية اللي هي زي، لا مش زي دي، في واحدة هناك عملتها تاني. بصوا شكل العربية دي محتاج برضو حاجة تبقى واكلة معاه قوي، يعني البني ده هيبقى حاجة عادي، لكن ده اللون ده متحسوش انه واخد البني، هو واخد درجات الكافيه. بصوا حلوة قوي معاه جدا، هعملهم برضو مع بعض. وطبعا دي بفكر اعملها تبقى مناديل. يعني مناديل ازاي؟ يعني انا مثلا دي الشكل متبروز بالبني هنا، هحط عليها مثلا ظهر كبير شوية، مقاس كبير شوية، بحيث ان هي تبقى مقفولة وتتحط على ايد مثلا الايه الكرسي، او تبقى زي المناديل اللي بتتحط على هنشوف بقى هنعمل ايه. انا هشطب الحاجات دي وايه ونظهرها مع بعضها لما تيجوا تشوفوا الايه الركنة كاملة مع بعضها. بس انا حبيت ان انا اوريكم تناسق الالوان. في لون اهو كنت ناسياه، اللون دوت اهو، اللون ده برضو حلو قوي. بصوا حسيت ان ده هيمشي معاه، بس ده اقوى، لو خدتوا بالكم ده اقوى جدا جدا. هو ده هيمشي مع الوردة اهي، اللون ده هيمشي مع الوردة قوي اهو، بصوا حلو قوي. بس حسيت ان ده هيبقى عليه اقوى. ليه بقى؟ هقول لكم اهي، الوردة اللي هي متناسقة عليه اهي، اهي دي لايقة مع دي، علشان لو خدتوا بالكم من هنا دي لايقة عليها اكتر. يعني بصوا دي ظهرها اكتر. طيب احنا دلوقتي عمالين نقول ايه كلام على ورق، احنا معانا الشغل اهو وعايزين نصمم خدادية زي دي، يلا نعملها مع بعض على المكنة. وهنا زي ما انتم شايفين شغلنا المكنة، وايه وانا شغالة في واحدة حمرة اهي هنعملها مع بعض، كنت بقصلها الاكسسوار بتاعها اهو. طبعا اللي احنا عاملينهم هم هنعملهم مع بعض برضو، بس ايه عايزة اوريكم، انا طبعا وريتكم الشكل النهائي بتاع الخدادية، بس عايزة اوريكم الاكسسوار اللي احنا بنعمله اهو. انا حطيت في الحته الساده، المكنه مش بتخلى، بسم الله
الاكسسوار ده بيغير الشكل نهائي، واحلى حاجه فيه ان هو بيتخيط على المكنه اهو، مفيش اي بتاع تنجيد يرضى يعملك الخدوديه دي ابدا. ليه؟ علشان دي هتاخد منه وقت ومجهود، ومش هينفع يضيع وقته في الحاجات دي، هو عايز يخلص خلاص بسرعة. لكن احنا طبعا في بيتنا نقدر نعمل كل حاجة بنشوفها ونتمنى ان هي تكون عندنا. انا بقعد ابص على الحاجة كده واقول دي هعرف اعملها، دي مش هعرف، بشوف بقى اي حد يقدر يساعدني او النت. صراحة النت يعني سهل كل حاجة. طبعا احنا دلوقتي ايه عايزين نكمل التقليق المربعات بتاعتنا اهي اهي. هي التجميع بتاعها مش سهل، بس لما بتقعدي تبصي على الخدادية كده وتلاقيها شكلها شيك كده عاجبك قوي. شكلها هيقول مش عارفة هي ظاهرة عندكم قوي ولا ايه، يعني انا حاسة ان هي هتنطق من جمالها. بصوا بصوا شكلها، بحب اشبك في المكنة عشان ما تقطعش الفتلة اهي. بصوا اهي صورة الست اهي والراجل اهي، مرة اعملهم قوامين ومرة اعملهم متقولفين يعني حلوين. بصوا الشكل بقى عامل ازاي، بصوا شكلها هتنطق، بتبقى شكل كده انت بتعملي تابلو. بصوا الست هنا والراجل، وهنا بيتهم وهنا عربيتهم. بصوا وطبعا المربع السادة في النص، طبعا الشكل بيقول اهو خالص. ممكن نعمل احنا بقى ايه، اوريكم الشكل ايه الموف هنلمه مع بعض ازاي. طبعا زي ما عرضنا ده كده اهو اهو، ده هخليه لكم برضو قدامنا كده، وهنجمع الايه الاشكال اللي احنا. بصوا احنا قلنا هنخلي الراجل كده والست جنبه كده، هيبقوا جنب بعض. هنا دي حمراء ودي الموف بتاعها، يعني هي نفس الرسمة بس دي الاحمر وده الموف، ده الموف تمام. هنعمل ايه بقى؟ بصوا لازم ناخد بالنا ان الست باينة اهي. طيب ندخل على المكنة عشان نخيط، ماشي كده اهي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد المقابلة ليها كده، يلا نظبط اهو تمام، هما كده اهو. طيب احنا هنا هنعوز دي هيبقى تحتيها السادة المنقوش. طيب ماشي، يبقى احنا معانا هنا كده ايه المنقوش، يبقى بيتهم ولا عربيتهم؟ نخلي ايه هنا اهو. احنا بقى بن ايه بنقعد نفكر هنظبطها ازاي تمام. وهناخد طبعا المقابل ليها اللي هو ايه الايه السادة كده اهي. انا بوريكم بس هي يعني بتحتاج فكرة شوية، بس طبعا المجهود بيبان في الاخر. الخياطة بتحتاج فكرة، ومفيش حد هيقدر يديكي الفكرة دي الا انت تديها لنفسك. طيب
انا كده دلوقتي عملت الايه الشكل التاني اهو، تمام. المهم ان يبقى المربع السادة ده في الوسط، تمام اهو. مش عايزة دي برضو تخفى عن عينينا لانها عجباني جدا، حابة الشكل ده قوي، تمام اهو. خلاص عايزين بقى نعمل الجزء اللي بعد كده. لا ده الرشاش. الجزء اللي بعد كده اللي هو ايه، ان هنا برضو المنقوش وهنا الطرفين السادة اهو، تمام. طيب هندخل كده دي في دي، تمام اهو. طيب كده عايزه اجمع بقى دلوقتي. انا عملت الايه الثلاث التجميعات بتاعتنا. طيب التجميعات بتاعتنا اللي هي ايه؟ بصوا رجعوا باظوا تاني. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين المربع ده في النص، تمام. والبيت بتاعهم اهو، تمام. وهنا الايه العربية بتاعتهم، تمام. يبقى احنا نمشي مع دي كده. هي متعبة شوية بس هي بتطلع في الاخر، بتبقى في الاخر شكل جمالي ملوش حل. اهو بصوا الشكل بدأ يظهر معانا اهو. طيب ماشي، عايزين الشكل يظهر معانا وندخل هنا الايه البيض بتاعهم اهو. حتى لو انتي مش عايزه تحطي اكسسوار، هقولك على فكره جميله قوي، ما تحطيش برضو الاكسسوار زي ما انتي عايزه. في ناس بتخاف هتقولك الاكسسوار ده مثلا في الغسيل، بس هو ما بيتاثرش بصراحه في الغسيل خالص. في بقى ناس ايه ده؟ احنا غلطنا. انا كنت عايزة المربع اللي هو السادة في النص. ايوة كده. هو البيت هنا. صح كده. فعلا انا كنت غلطت ان انا ركبت من الناحية التانية. هوريكم الغلطة كانت فين. وخدي بالك كلنا بنغلط، بس المهم نصلح غلطنا، تمام. انا اول ما قلبت الخدادية حسيت ان انا ايه ده، مش هي دي اللي انا عايزاها، مش بتاعتي. بصوا اهي ده اللي انا اقصده، ان هي بتكون بالشكل ده، المربع السادة في النص وهنا الست والراجل اللي هما في الصورة، وهنا البيت بتاعهم دلوقتي. طب الخدادية دي تمام جدا، حلوة قوي. طيب انا مش عايزة احط لك اكسسوار. طبعا انا لو حطيت لها الاكسسوار زي ما انتوا عارفين اهو هتبقى حلوة قوي. طيب احنا عملناه قبل كده، مش عايزة احط اكسسوار بقى في دي. لو انه بصوا هيقول جامد جامد. طيب انا مش عايزة احط اكسسوار، عايز او ما عنديش اكسسوار، اعمل ايه؟ امشي على الخياطة كده. بصوا هتختلف جدا. انتي هتحسي ان هي بقت حاجة تانية خالص. بصوا
من كتر تظبيط الشغل، يعني ان انا ببقى عايزه اظبط الشغل قوي. هو انا مش خياطه ولا حاجه، بس دي هوايه. من كتر ما انا ببقى عايزه، كنت دايما على طول في الاول كده كنت بخيط صباعي، يعني افضل مظبطه كده على الابره كده بالظبط، مش عايزه اسيب لحد ما الابره تروح خارمه الضفر بتاعي، ضفر ايديا، وتروح معديه. فبصراحه كانت الخياطه مؤلمه بالنسبه لي، بس بحبها برضو جدا. يعني انا تقريبا انا خيطت صباعي دوت اكتر ما خيطت قماشي بس برضو يعني بحب الخياطه، خياطه جميله، فن جميل. وبحب برضو اخيط هدومي يعني واظبطها. بس فعلا هي متعبه، وبالاخص لما حد بيحس ان انت بتعرفي تعملي حاجه، خلاص بقى بيبقى عايزك تسيبي اللي في ايدك وقومي اعملي لي ده. انت مش خياطه، خلاص بقى اشتغلي. بس هي الخياطه اصلا فن، وما ينفعش الفن نعمله في اي وقت او نحس ان احنا مجبورين عليه. يعني انا حسيت اني مضغوطه جدا بفرش الركنه والكنب، قلت لا خلاص انا هشتغل في الخداجيات وبعدين اكمل، اني محتاج فكر جامد ومجهود جامد. طبعا احنا كده ايه، خلصنا الخداجيه اهي. عايزه اعمل معاكم الرصاصي دي، عاجبني جدا، بس مش عايزه الفيديو يطول. هي بصراحه الرصاصي دي فظيعه. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنعمل منها فكره غنانه، عشان لونها عاجبني قوي، بحب اللون الرصاصي. عشان ننهي اهو، بصوا اهو. وطبعا هاخد الطرف التاني كده اهو، هي الفكرة باختلاف اللون، يعني هي الفكرة واحدة باختلاف الالوان. طبعا افتكروا ان دي بيبقى تحتيها السادة، تمام، عشان تطعمها مع بعض. وطبعا دي هيبقى الاتنين المنقوشين كده. منقوشين منقوشين يا منين اهو بصوا انا هجيب غيرك، انت بتقعي هجيب غيرك. طيب بصوا انا عايزه برضو اعملها معاكم عشان هتعجبكم قوي. الرصاصي بصراحه لون جميل، الورده حتى فيه تحس ان هي القماشه دي 3D. طبعا الفكرة ان احنا بنقول عايزين السادة في النص، السادة في النص افتكروا، عشان انا عايزة كل ستات مصر يبقى عندها الخدادية دي وتقوم تعملها دلوقتي. بجد خدادية جميلة وشيك جدا ومش موجودة عند حد. المكنة قطعت خلاص، كفاية عليها كده. بس هي كفكرة اهي هتقول بقى. احنا طبعا خلينا مع اللي ده اهو، هنحطهم دلوقتي على المخدات وتشوفوا.
وهنا طبعا بصوا بعد ما حطيناها على المخدة، بصوا هيبقى شكلها جميل ازاي، شكلها حلو قوي اهو. طبعا هشيل ديت واحط الموف اهي برضو. بصوا بقى فرق اللي هي السادة المتخيطة عادي من الرسترس، طبعا بيدي شكل حلو قوي اهو. طبعا زي ما انتوا شايفين، يعني اتمنى اشوفها الخدادية دي عند كل بيت، فكرتها جميلة جدا وسهلة. هي التجميعة متعبة شوية بس مديه شكل جميل قوي. بصوا حلوة قوي طبعا اهي فكرة. ودي طبعا عشان انا قصدي ان انتوا تشوفوا الفرق. ايوه اهي عجلتها اهي، قصدي ان انتوا تشوفوا الفرق بين اللي هي بالاسترس من غير واللي من غير. اهي الفكره اهي، ادي الخدادية بتاعتنا اهي، وهي دي التالتة اللي احنا عملناها. انا لسه ما قفلتهاش هنا بالسوسته، بس الفكره بصوا الالوان بتاعتها جميله ازاي، شايفين اهو ثلاث الوان بتوع الخداديات اللي عملناهم النهارده. ودي طبعا لسه هحط لها هنا زرار وهتبقى بالمنظر ده، ويبقى شكلها حلو جدا وهشه، وحتى لو اتوسخت بنحطها في الغساله بالفايبر بتاعها بتبقى حلوه ومفيش اي حاجه. اتمنى ان شغلي يعجبكم وتعملوه، واشوفكم بخير، والسلام عليكم، باي باي.